البحث في مجال الفضاء وتطوير التقنيات الخاصة به والتعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى تكوين أساتذة باحثين من الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية، هو موضوع النقاش الذي جمع اليوم الباحثين الجزائريين من جامعة هواري بومدين والوكالة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء نازا. أساتذة الباحثين نتاع الجامعة رايحين يلاقيوا خبراء نازا، خاصة يعني في ميدان العلوم الفضائية. فهذا التعاون ان شاء الله يكون فيه تبادل خبرات باش نفهموا اكثر هذو لي فينومين لوكو تاع افريقيا الشماليه. هذا يعاوننا في لا موديليزاسيون تاع لي فينومين جلوبو. الاجتماع ناقش ايضا العديد من المجالات، منها مشكله التغير المناخي والاحتباس الحراري، اضافه الى التلوث البيئي وتاثيره على مجال الفلاحه والموارد المائيه. بحوث في يعني الموارد المائيه وال يعني التغيير المناخي الى اخره. في المجال تاع التغير المناخي ولي زامباكت تاع هذاك التغير على مجال الطاقه، مجال الفلاحه، مجال الموارد المائيه. اللقاء يدخل في صميم التزام الجزائر بتطوير البحث العلمي والإسهام في الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل المناخية.